أبدأ ناشد هاي الحكومة ووزير الداخلية بالذات ومحافظ السماوة بالذات ومحافظين البقية، يعني إذا فقير يطلع بسيارته أو عنده شغلة إلى قائد الشرطة أبو محمد سامي أردشوف يطلع مواطن بسيارته لا يريد يجيب أهله لا يريد يجيب غذائية يقص له وصول يتعدى شيخ فلان ياخذ لك تحية، يتعدى واحد من هذول ربحهم أبو فلان تفضل تشوف الفقير واقف يقص هذا يقص له وصول 50,000 هذا حرام عليكم تاخذونه بهذا، يعني إنسان عنده سيارة صار له شهر حدود الشهر من صار الحصان لحد اليوم يعني ما مشتغل له 10 فلوس ما تربيت ما عدت تقص له وصول 50 ولك ما صار هاي انت مو حكومة انت نقمة علينا نقمة خافوا الله إذا يتعدى الشيخ وبعمامة تاخذوا له تحية تفضل شيخنا يتعدى الفقير تفضل شيخنا يتعدى سيد تفضل سيدنا ما تطلع هاي يعني هذا الفقير وين يروح انتو انتم مجرمين هاي تقاتل هالشابك ما يتعدى واحد فقير يجي صلاة وصل والله صحيح يعني اليوم من الصبح ريوق ما متريقين بس رك ما عدنا تقصوا لنا وصل مالي يا ستو مالي يا شمال هذا القصو محتاج الحكومة تسليب هذا تسليب ثاني هذا بحجة كورونا هاي عيب بطلون مال 50,000 50,000 شنو يشتغل هو هو كاتل الفقر هاي نوع من الحرامية معلونة يعني علن قبالك يبوقك علني يخابلنا فلان لا ما نقص له وصل يخابلنا الشيخ ما نقص له وصل شاء الله لهم المرض شاء الله هم كان أمراض بيانشتنا الأمراض من عندكم أنتم أمراض